نحن سنحتفل ولو هبط الكهرباء، وسنحتفل ولو هبط مياه، وسنحتفل ولو هبط طرقات، وسنحتفل ولو نحن بدون أي مشروع أقامته الدولة منذ أن دخل هذا المكان. مجمع حكومي لسنوات وأنا أطالب به، وقد وعدوا ثم وعدوا ثم وعدوا. مجمع محافظ الحديدة الموالي للشرعية يطالب السعودية بتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين الذين يعيشون بدون خدمات أساسية. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. وجه محافظ محافظة الحديدة الموالية للشرعية رسالة للسعودية يطالبها بالنظر في احتياجات أبناء المحافظة ومعاملتها كبقية المحافظات. وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر خلال كلمة ألقاها في مدينة الخوخة خلال فعالية بالعيد 61 لثورة 26 سبتمبر أن هذه الاحتفالية السبتمبرية تأتي ونحن بدون كهرباء أو ماء أو أي مشروع خدمي منذ دخولنا الخوخة، غير مشاريع بسيطة في مديريتي الخوخة وحيس. وأضاف بالقول: سئمنا ونحن نتردد على أبواب الحكومة، لم نتلقى غير مزيد من الأعذار، ومن حقنا على دولتنا أن تلتفت إلينا. وتابع بالقول: هناك وزراء في الحكومة يعاملوننا على أننا نازحون ومناطقنا غير محررة. وأشار محافظ الحديدة في كلمته مخاطبا رشاد العليمي: سئمنا وقوفا على الأبواب، انتبهوا لنا قبل أن تفقدونا، فنحن نعزكم ونحترمكم. وأكد أن أبناء تهامة يتعلمون تحت الأشجار والخيام، المدرسين جوعى بلا رواتب يتحصلون عليه كل 4 أشهر، ولا يتم معاملتنا إسوة بالمحافظات. وطلب محافظ الحديدة السعودية بأن تحرف بوصلتها نحو مديريات الحديدة المحررة وتقديم المشاريع الخدمية والتنموية ومعاملتها كبقية المحافظات التابعة للشرعية.